ولنقاش هذا الملف والحديث عن الصراع المتواصل بين ميليشيات وأحزاب السلطة على المناصب السياسية والتدخل الإيراني في المشهد السياسي بالعراق، ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية الباحث السياسي نوري حمدان. أهلا بكم سيدي. شرفتمونا. سيد نوري، بعد الإعلان عن زيارة قائد فيلق القدس إلى العراق، كيف يمكن قراءة هذه الزيارات المتكررة وأين تكمن المخاوف الإيرانية؟ نعم، هو بداية يعني هذه التدخلات هي واضحة ومعروفة وقديمة، ليس بجديدة، ولكن الجديد هو التحرك التحالف الجديد الذي يعني يريد تشكيل حكومة جديدة، كما يعلنون بأنهم هي حكومة أغلبية وطنية، وهي خلاف ذلك طبعا، لا تخرج عن المحافظة، ولكن على الأقل أنه قوى عراقية تريد تسعى إلى تشكيل حكومة بعيدة عن التدخلات الإيرانية، وهذا ما لا ترتضيه إيران، وكما تزعم بأنه هذا الوضع يقلق بالنسبة لهم، مقلق بالنسبة لهم كونه يهدد الأمن الإقليمي، وهذا ما يهددون به حقيقة القوى العراقية السياسية، اللي مع الأسف هي منها خاضعة للإرادة الإيرانية ومنها خائفة ومنها غير قادرة على المواجهة. عدة يعني اتجاهات تضمن هذا الملف، ولكن في نهاية المطاف يبدو أنه ما زال العنصر الحاسم في اتخاذ القرارات السياسية على الصعيد الصعيد السياسي العراقي. نعم. هو يعني التدخل الإيراني. في هذا الإطار، كيف يمكن تقييم قدرة إيران حاليا في التأثير على المشهد السياسي في العراق بعد تراجع الخيارات المفضلة لديها لتولي رئاسة الحكومة وحلول تيارات غير مفضلة لديها نسبيا؟ القصدين إيران عفوا؟ نعم، الخيارات التي نعم. أمام إيران، هي الخيارات أمام إيران حقيقة بهذا بتدخلها عديدة، يعني أنا أكثر من مرة حتى في عبر شاشتكم قلت أنه إيران يعني لديها أذرع عديدة، يعني لم يكن جهة معينة هي الوحيدة من العوامل التي تعمل عليها إيران، ولكن إيران لديها ملفات عديدة وكذلك أذرع عديدة في العراق، ولكن هي تسعى حقيقة يعني تحصين وتثبيت اليد الطولة بالنسبة لإيران، وهو كما تعلمون أو يعلم الجميع الإطار التنسيقي بفصائل العموما يعني أو القوى السياسية اللي منضوية فيه هو قريب من إيران وولاء لإيران، فهذا أقرب للواقع يعني بالنسبة لإيران، فلذلك هي تسعى جاهدة لأنه الإطار التنسيقي يكون موجود في الحكومة، لأنه الحكومة بدون إطار تنسيقي سوف يرتب على يعني يرتب على ذلك خسائر الجوانب يعني الجهات الموالية لإيران اللي هي متمكنة من إدارة الملف الأمني بالنسبة للعراق، وهذا عنصر مهم جدا، يعني تعلمون وزارة الداخلية، الأمن القومي، الأمن الوطني، هذه كلها يعني إدارات هي يعني متمكنة من عدة جهات تابعة لإيران، فهذا مو من السهل إيران تتخلى عنه يعني، وبالتالي تمارس ضغوطها على حلفائها وعلى أصدقائها كما هي تدعي وعلى الغير، اللي يعني للأسف العراقيين بشكل عام إلى اليوم حتى الذين لا يرغبون بأنه تكون لإيران دور في اتخاذ القرار السياسي لم يتمكنوا من الخلاص من يعني حاجتهم لإيران، هم للأسف يعني يذهبون لإيران في حل مشاكل عديدة، فبالتالي هي مسيطرة نقدر نقول بهذا الاتجاه على القوى التي حتى إنها هي يعني لا يمكن اتهامها بأنه تابعة لإيران، ولكن مع الأسف لديهم تأثير. نعم. الحديث عن هذه القوى السياسية يقودنا للتساؤل إلى أي مدى يمكن أن نعتبر الحكومة التي يدعو إليها مقتدى الصدر حكومة أغلبية وطنية فعليا في العراق؟ هو بداية يعني هي الحكومة لا يمكن أن تكون حكومة أغلبية وطنية، لأنه القاعدة الأساسية التي هرب بها الحلفاء باتجاه تشكيل حكومة وطنية هو فقط لتقليل الضغط أو التدخل الإيراني،
ولكن هو القاعده التي تم الاتفاق عليها بتشكيل حكومه هي نفس القاعده المتفق عليها مسبقا، يعني ما بين ايران وامريكا، وهي المحافظه الطائفيه، رئاسه الوزراء كل الشيعه ورئاسه البرلمان كل السنه، وكذلك رئاسه الجمهوريه بتكون للكرد. اذا هم لم يخرجوا من هذه الدائره، هم ما زالوا كقوه متحالفه تبتغي تشكيل حكومه وطنيه، هم ما زالوا في دائره الاحتلال الامريكي والتدخل الايراني، لم يخرجوا منه حتى الان. وهذا يعني يجعلهم هم في خلينا نقول في مرمى هذه الجهات، وهم هذه الجهات لديها دور وتاثير في الداخل العراقي، بسهوله يتمكنون منهم، لانه مثل ما قلت انهم لم يخرجوا من هذه الدائره. اذا يعني خرجت لدينا قوة سياسية قادرة على الخروج من هذه الدائرة وتغيير نوع المحافظة بتسمية المناصب الرئيسية بالدولة بهذه الطريقة المحافظاتية، ممكن أن نقول هنالك بذرة حقيقية في اتجاه تشكيل حكومة أغلبية وطنية، ولكن بهذه الطريقة لا يمكن اعتمادها أو اعتبارها هي حكومة أغلبية وطنية بالمطلق. هي خروج شيئا ما من الهيمنه الايرانيه، خروج الحديث عن هذه الهيمنه. كان هناك تصريح اخير للامين العام للجامعه العربيه حول هذه الزيارات التي يجريها قااني في العراق، وقال ان الجامعه العربيه ترصد كل هذه الزيارات. هل العراق اليوم أمام تعاط عربي مختلف لكبح جماح إيران في المنطقة؟ هو شوف، العراق اليوم أو القوى السياسية العراقية اليوم هي لديها فرصة ثمينة. الفرصة الثمينة هو الدول العربية أو القرار السياسي العربي بشكل عام، بالرغم من انه هو الى الان مع الاسف الشديد كل هذه السنوات الجامعه العربيه قراراتها لم يؤخذ بها، ولم تكن هي عنصر حاسم مع كل الدول، لا ايران ولا اسرائيل ولا غيرها، ولكن على الاقل هنالك توافق عربي على ان يكون العراق ذو سياده، وهذه فرصه للعراقيين. ان تمكنوا وعادوا الى العمق هم العربي الطبيعي، ووقفوا بوجه حقيقة التدخل الإيراني، وهذا أنا استبعده حقيقة. يعني القوة الموجودة حاليا اليوم لا يمكن لها مواجهة إيران بهذه الطريقة، وهم يعني أغلبيتهم أتباع لإيران أو لديهم مصالح وارتباطات إيران قد تسهل عليهم هذه المصالحهم الشخصية. شكرا جزيلا لك الباحث السياسي نوري حمدان، حدثنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول تركيا.